وصف التل، وفاء لوطن وانتماء لأمة. من ثنايا التاريخ ومكنونات زمانه بحراكه المتواتر، يجسد الأحرار بأفعالهم مجد أوطانهم وفاء وانتماء لأمتهم في حمل الأمانة وصدق الرسالة، ليبقوا نبراسا خالدا بطيب الشهادة ومعنى العطاء. ففي شهر آب من عام 1920 ولد وصف التل بمدينة عربكير شمال العراق. والده مصطفى وهبي صالح التل شاعر الأردن الملقب بعرار، الذي درس القانون وعمل محاميا وانشغل بالسياسة. ووالدته السيدة منيفة إبراهيم بابان من أسرة كردية عرفت بحضورها ومكانتها الاجتماعية. جده لأبي صالح المصطفى التل مارس مهنتي التعليم والقضاء، وأسس مدرسة الصالحة العثمانية في إربد عام 1916. في هذه البيئة الغنية بتجارب الحياة ومعرفة دروبها نشأ وصفي. ومع بدايات سني العمر وأبجدياته، تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي في مدينتي معان وإربد، وأتم في مدرسة السلط متطلبات المرحلة الثانوية. وفي ركب العلم ومواكبته ابتعث وصفي عام 1938 إلى الجامعة الأمريكية في بيروت. وفي عام 1941 أنهى دراسته الجامعية في علوم الطبيعيات والفلسفة. عمل في سلك التعليم مدة عام ونيف بمدرستي الكرك وسلط الثانويتين. في خضم تلك المرحلة تعايش مع تيارات وطنية وقومية في أجواء تصاعدت أحداثها على الواقع العربي. بعدها كان انشداده منطلقاً مع الأحداث ومجرياتها على الساحة الفلسطينية والدولية. في أوج استعار الحرب العالمية الثانية وسباقات اليهود مع الزمن بتهافت شبيبتهم على الانخراط في جيش الانتداب البريطاني في فلسطين للتدرب على حمل السلاح واكتساب مهارات القتال، أثارت هذه الأبعاد حماس البعض من الشبان العرب المدركين للنوايا الصهيونية. فأقبل وصفي مع المتطوعين عام 1943 بتوجيه من تنظيمه السياسي المعروف بعصبة العمل القومي على التدرب في الكلية العسكرية البريطانية في صرفند. تخرج منها لينضم إلى وحدات الجيش البريطاني، وبعد خدمة 3 سنوات صرح برتبة نقيب مدربا ومهيئا عسكريا استعدادا للمعركة القادمة ضد الصهيونية. على إثر ذلك عاد وصفي عام 1946 إلى القدس ليعمل مع نخبة من رجالات فلسطين في المكاتب العربية التابعة لجامعة الدول العربية. بدأ العمل في مكتب القدس ثم نقل إلى مكتب لندن. خلال ذلك بادر وصفي بوضع خطة عمليات للمقاومة تعمل داخل المناطق الفلسطينية، وتقدم بدراسات عن عرب فلسطين للجنة الأنجلو أمريكية لبيان الحقائق للرأي العام العالمي بالظلم اللاحق على فلسطين وأهلها. في هذه الفترة كان ناقوس الخطر المحدق بفلسطين يدق، فتعالت النداءات إلى أبناء الأمة القادرين على حمل السلاح بالانضمام إلى جيش الإنقاذ كقوة مساندة في وجه المد الصهيوني المحتل. لبى وصف النداء ملتحقاً بأحد الفصائل برتبة ضابط مؤهل أسند إليه ركن العمليات الحربية ناذراً نفسه في سبيل الله والقضية. ونظراً لأبعاد وصف الثاقبة وإدراكه بالمخاطر المحيطة في الساحة الفلسطينية، عرض خطته المدعمة بالخرائط مدتها 11 يوماً
بهدف اختراق القوات العربية فلسطين من شمالها وجنوبها للاستيلاء على الموانئ وقطع الإمدادات على العدو الصهيوني، عرفت بخطة دمشق. على أرض فلسطين قاد القتال مع فصائل من جيش الإنقاذ من موقع إلى موقع بين كر وثبات، ولم تقعده شظية بقيت آثارها في ساقه عن النضال في معركة الشجرة أو مهادنة مع العدو في معركة المالكية. جهاد امتد بحسابات الزمن من عام 1947 إلى عام 1949. تبلورت الأبعاد السياسية والعسكرية في ذهن وصفي وضباطه الرافضين للهدنة والمهادنة على أمل مقاتلة العدو والصمود في وجهه كسبا للوقت وحفاظا على أكبر قدر من الأرض. حال انتهاء الهدنة الأولى وعيد تنظيم قوات جيش الإنقاذ ونحيت قيادته وأطبع للقيادة السورية وأصبحت تعرف بقوات اليرموك. كان وصفي قائد الفوج الرابع فيه برتبة مقدم. هنا دخل وصفي في مواجهة ثانية مع القيادة الجديدة متمسكا بموقفه وموقعه، ولكن في ظل غياب العقلانية وصدق النوايا يستدعى وصفي إلى دمشق من قبل قائد القوات السورية آنذاك ليسجن ظلما بتهمة التخطيط للقيام بمحاولة انقلابية هدفها تحقيق مشروع سوريا الكبرى. بعد هذا كله عاد وصفي إلى عمان وإربد، وفي الذاكرة مشاهد من مأساة أهلنا ترافقه لا تبارحه، ليعاود القدس وأريحا ثانية عاملا على استنهاض مجريات ما حدث على صفحات مجلة الهدف المقدسية بتحليلات سياسية وعسكرية عن أسباب الهزيمة والأخطاء المرتكبة. ومع مجريات الأحداث وتداعياتها الإنسانية والاقتصادية على أبناء فلسطين من جراء هول النكبة، شغل وصفي بالعمل على تحقيق أهداف المشروع الإنشائي الزراعي باستصلاح الأراضي الزراعية في مدينة أريحة، احترازاً من امتداد يد الكيبوتسات الصهيونية إليها ليتم توريد إنتاجها لأهل الأرض في القرى والمدن الفلسطينية. وحال انتهاء المشروع عاد وصفي إلى عمان. وعلى الدرب خطى كتبت تأخذ وصفي إلى نسق آخر من حراك العمل في ملاك الدولة، اتسمت بسرعة التنقل، بدايتها الزمنية في الخمسينيات والعملية في دوائر عدة منها الإحصاءات العامة وضريبة الدخل والمطبوعات والنشر. وفي توليه منصب رئيس التشريفات الملكية عام 1957 برز دوره في تجسيد طبيعة الصلة بين القصر كمؤسسة وبين الشعب. وبقربه من رأس الدولة تعلم في مدرسة الهاشميين بعد تطلعاتها في بناء هذا البلد وخدمة هذه الأمة. نشط وصفي أثناء عمله الدبلوماسي في ألمانيا وإيران والعراق في توطيد جوهر التوافق العربي والدولي ونشر رسالة الأردن الوطنية والقومية في الأوساط الدبلوماسية في تلك الدول. يدك بالكتاب ورجلك بالركاب. بهذه العبارة أبرق رئيس الوزراء الشهيد هزاع المجالي إلى وصفي بالعودة إبان قيامه بأعمال السفارة الأردنية في إيران ليعمل مديرا للإذاعة والتوجيه الوطني. حرص وصفي على إيجاد خصوصية للإذاعة الأردنية في حمل رسالة الأردن عبر أثيرها. عمل على تطوير أبعادها السياسية والاجتماعية والفنية في الخطاب الوطني والقومي. انتقى الكلمة المعبرة واختار من يكتبها ويلحنها، طرب للأغنية الوطنية وللأهازيج التراثية وأمر بجمعها من شرق الأردن وغربه، تذوق اللحن والغناء الشعبي ودقق في نصوصها حفاظا على التراث، وشارك بإعداد برامجها الجماهيرية. ولحساسية المرحلة وخصوصيتها
وبروز وصف التل كشخصية سياسية متميزة، كلف بتشكيل أول حكومة أردنية له عام 1962، وعلى مدار 5 مرات من حياته السياسية. الوطن النموذج، هكذا بدأ وصفي نهجه وتطلعاته في إجراءات التجديد والتحديث. على هذه القاعدة ارتكز في عملية تطهير الجهاز الإداري وإعادة هيكلته، آخذاً بمبدأ وضع الموظف المناسب في المكان المناسب والوظيفة للأكفأ، بأن فتح باب التنافس في بعض الوظائف الحساسة، وحرص على ضبط النفقات بوضع آلية تدفع بالعمل الإداري بعيداً عن الروتين والارتقاء بمستوى أدائي يخدم الشعب. أخذ وصفي يعمل بتوجهات جلالة الملك الراحل الحسين طيب الله ثراه في بناء الداخل، فبادرت حكوماته بسن التشريعات والقوانين وسرعة التنفيذ والإنجاز للنهوض بحياة المواطنين. فعلى المستوى التعليمي عملت حكومته على فتح المدارس والمعاهد هنا وهناك في المملكة، وبعثت الأمل في نفوس الآباء والأبناء وطموحاتهم المستقبلية بإقرار وتأسيس الجامعة الأردنية. ومن منطلق بناء المجتمع السليم، بادرت حكومته بتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية في المدن والقرى. ومن بناء الداخل تفعيل الأطياف الحزبية والسياسية في إطار ميثاق وطني تبنى وصفي طرحه على الشعب، يحمل في أبعاده فلسفة الدولة الأردنية وأيديولوجيتها ضمن مفاهيم الثورة العربية الكبرى. ومع الانفتاح وضوابطه وقفت حكومته على مطالب المواطنين عن كثب، فعمد وصفي إلى عقد العديد من جلسات مجلس الوزراء في محافظات الضفتين، فتم توزيع الوحدات الزراعية وإنجاز قناة الغور الشرقية ومشروعات سد المخيبة وبناء مدينتها السكنية، وعمل على إنهاء معاناة مدينة القدس من شح المياه، وكان في تركيزه على حفر الآبار الارتوازية وإيصال المياه للقرى والمدن بعد حيوي في مساندة الثروة الزراعية والحيوانية. وعلى مستوى التخطيط التنموي أقر البرنامج الاقتصادي للتنمية الاقتصادية من عام 1964 إلى عام 1970. استمراراً لسياسة الباب المفتوح، كان وصفي مع المواطنين في كل أسبوع، اعتادوا على مشاهدته في مكتبه رئيساً للوزراء، وفي مزرعته مزارعاً عاشقاً للأرض ودوداً لها. الأرض أولاً كائن حي، العلاقة فيها يجب أن تأخذ هذه الحقيقة. طريقة استغلال الأرض بشكل تجاري انتهازي بدون ما يكون في عنصر الرعاية والعناية في الأرض، أنا برأيي المتواضع هذا نوع من الإجرام بحق الأرض وبحق مستقبل الأرض. طرب وصفي لمواويل حصاديها، عبر عنها بالكائن الحي، زرعها وسقى أشتالها ونقب تربتها وسلسل موارسها، عرف بمسميات أصنافها من شجيرات ونباتات وأزهار، امتدح من تغنى بدحنونها وشيحها. كان يرى امتداد عمان العمراني في شرقها، أما في غربها فيزرع ويفلح بخيرات طيب التربة. سعى في البادية الشرقية بإنشاء مزرعة النموذج لمنظور بعيد الآفاق في بناء أردن الاكتفاء الذاتي، الأردن الأخضر. حس الانتماء للأرض، وبالتالي للناس اللي ساكنين على الأرض، وبالتالي للجهاز الحكومي اللي أنا موقعي فيه. هذا الحس برأيي
بده علاج جذري أساسي. يعني لو بدنا نقول مين اللي بينهزم عن وطنه، هو الشخص اللي ما هوش متمسك ولا هو حاس في انتماء لهالأرض. خاطب الشباب بناة المستقبل وتحدث معهم حديث الصراحة والمكاشفة، ولبث روح المواطنة في نفوسهم أقيمت معسكرات الحسين للعمل والبناء بهدف تدريبهم على المقاومة الشعبية والعمل الميداني في رصف الطرق القروية وصيانة الآبار والآثار وغرس الأشتال في شتى أنحاء المملكة التي ما زلنا نتفيأ ظلالها غابات باسقات إلى يومنا هذا. وعلى ربى الأردن وبواديها رافق وصفي نشام الجيش العربي، كان يرى نفسه جنديا من جنود الحسين، عاش في خنادقهم وحل في معسكراتهم، شاركهم أفراحهم وبادلهم الحب بالحب، حفاظا على المسيرة المتواترة في بناء الأردن وأمنه وأمانه على طريق التحرير. رفض وصف المواقف الداعية إلى بث الفوضى والتخريب في مجتمع لحمته متراصة، فكان موقفه من العمل الفدائي واضحا مناديا بدعم كل عمل شريف يحمل رسالة التحرير والجهاد في مقارعة العدو واستنزاف طاقاته بالعمل على تثوير الأرض المحتلة من الداخل. وانسجاما مع التسامح الهاشمي المعهود، جاء وصفي بإصدار عفو عام بحق أصحاب الاتجاهات الفكرية المناهضة للدولة الأردنية. قام بحرق ملفاتهم بيده فاتحا المجال لهم بالعودة إلى الخدمة العامة بانطلاقة وطنية جديدة تبوأ الكثير منهم مراكز قيادية في الدولة. تميز وصفي بثقافة سياسية وفكرية غنية في فهم للواقع الوطني والقومي، عبر عنها في العديد من الصحف والمحاضرات، ومن مؤلفاته السياسية كتابه فلسطين دور العقل والخلق في معركة التحرير، قدم فيه مدى إحساسه في هيمنة المصلحة السياسية الآنية لمعظم القادة العرب في طرح القضية الفلسطينية، وقناعاته الراسخة بأن نكبة فلسطين ما هي إلا نتيجة للقصور العربي. وعلى الساحة الدولية ومنابر مؤتمراتها، بدءا بمؤتمر شتورة عام 1960 إلى يوم استشهاده في مجلس الدفاع العربي المشترك عام 1971، وهو يناضل بأفكاره ومبادئه بما يخدم القضية الفلسطينية بكافة أبعادها. وصف وصفي بالسياسي العربي الكبير من طراز متميز في آفاق العالمين العربي والدولي، كان علما من أعلام الفكر والسياسة، جسورا في عشقه لوطنه الأردن، واضح الرؤية، جريء الرأي، عميق الانتماء لقضية العرب الأولى، كتب لها وناضل من أجلها واستشهد في سبيلها، رجل مرحلة في تاريخنا المعاصر. فلا غرو أن يكون قديم وصفي جديد العديد من رجالات الفكر والسياسة في قضية ما زالت تستوعب الفكر والسياسة والنضال. كانت زوجته ورفيقة دربه السيدة سعدية إحسان الجابري خير شاهد على هذه المسيرة، إذ اقترن بها في 18 من تشرين الثاني عام 1950 وشهدت يوم استشهاده، فصبرت وظلت طيلة حياتها حافظة لمبادئه ومسيرته كخير ما تكون الزوجة والرفيق. عاش وصفي لأمته أردنيا عربيا، ساح دمه القاني حين ارتفعت الأرض ولم يسقط عليها تكريما للشهادة والشهيد،
كان يوم 28 من شهر تشرين الثاني عام 1971 يوم حياة، كرم بالشهادة عند ولي مقتدر. لقد عاش وصفي جنديا منذورا لخدمة بلده وأمته، وكافح بشرف ورجولة من أجلهما وفي سبيل قضيتهما المقدسة، وقضى كجندي باسل فيما هو ماض بالكفاح من أجلهما وفي سبيلهما برجولة وشرف. بكاه الحسين القائد، والشيب والشباب والنساء والأطفال محتسبين عند الله فقيدهم البار ابن الأردن الشهيد وصف التل. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم.